وأخيرا إجابة على بعض الاستفسارات. إجابة على بعض الاستفسارات. أول سؤال، حضرتك أنا صفر في الأكسس، أبدأ إزاي وأعمل إيه؟ أنا معرفش أي حاجة في الأكسس، أبدأ إزاي وأعمل إيه؟ هقول لك أنت ما تعرفش أي حاجة في الأكسس. أولا عندك طريقة للبداية، إنك ممكن تدرس كورس ICDL بيعرفك، لأنه اتفقنا إن إحنا هنجاوب على السؤال اللي هو إيه هي مستويات الأكسس. عندك مستوى مبتدئ اللي هو صفر ما يعرفش أي حاجة في الأكسس، عندك مستوى متوسط ممكن يعرف يعمل جدول، يعرف يعمل استعلام، يعرف يعمل نموذج، يعرف يعمل تقرير، حاجات بسيطة جدا. عندك مستوى متقدم اللي هو بيعمل شاشة دخول، بيعمل كلمة شاشة ترحيبية، بيعمل تخطيط، بيعمل أكواد فيجوال بيزك، بيعمل ماكرو، ده المستوى المتقدم. طيب علشان أبدأ في الأكسس أعمل إيه؟ ممكن حضرتك تبحث عن كورس ICDL أوفيس 2010 الخاص بمديول الأكسس. طب تعال نشوف كده بسرعة، أوريكم كده حاجة بسرعة. لحظة معايا، فين الكتب؟ لا مش دي. ادي الاكسس بتاعي. هنشوف مع بعض الاكسس بمنهج الـ ICDL في ايه، ونتعرف عليه مع بعض بصورة سريعة ان شاء الله. ده كتاب خاص ببرنامج الاكسس. هنا الفهرس بتاعه، Database Concepts، قواعد أو أساسيات قواعد البيانات. إيه هي قاعدة البيانات؟ نماذج لقاعدة البيانات. إيه هي What is a relational database؟ إيه هي قواعد البيانات، يعني قواعد البيانات أو البيانات ذات العلاقة. إيه هو الجدول؟ إيه هو السجل؟ إيه هو الحقل، العمود والصف؟ إيه هي البيانات أصلاً؟ إيه الفرق ما بين البيانات والمعلومات؟ إيه هي أنواع البيانات؟ يعني زي ما احنا شايفين ازاي افتح opening database، ازاي افتح برنامج الاكسس، ايه هي الـ trusted location اللي هي مركز التوثيق، ازاي اكفل برنامج الاكسس، ايه هو الجدول، ازاي اعمل قاعدة بيانات فارغة، ازاي اضيف حقل، ازاي ايه هي انواع البيانات، ازاي closing and naming a table، ازاي اكفل الجدول واعمل له تسمية، ازاي اعمل ابحار في الجدول واعدل على الجدول، ازاي افتح الجدول في الديزاين فيو والديتا شيت فيو، وهكذا. زي ما انت شايف هنا خصائص الحقل، يعني ايه خصائص الكلام ده احنا شرحناه تقريبا بس مش بالتفصيل، يعني شرحناه على اساس تطبيقي او عملي مش على اساس علمي او نظري يعني. تمام، ايه هو البرايمري كي وايه هي الفهرسه، ازاي احذف حقل، ازاي احذف صف، ازاي يعني ازاي اتعامل مع الاكسس من الصفر. زي ما انت شايف كده كم صفحة؟ 291 صفحة، كلها خاصة بالمستوى المبتدئ basics، يعني أساسيات. تمام، أساسيات الأكسس ده خاصة بالمستوى المبتدئ، أو زي ما انت شايف كده بيعرفك ازاي تفتح الأكسس، ايه هو قاعدة البيانات، ايه الرسالة دي بتاعت ايه، ازاي اتخلص منها، بتفيدني في ايه، بتضرني في ايه، وهكذا. ازاي افتح البرنامج، ازاي اقفل برنامج الاكسس، ازاي اعمل جدول، ازاي اعمل قاعدة بيانات فارغة، ازاي انشئ قاعدة البيانات واعمل لها اعادة تسمية، ايه هو الجدول، ايه هو الحقل، ايه هو الصف. بتتعرف انت على الاكسس بالكامل. في بعد كده ايه، لو دخلت هنا على الاكسس 2010 هلاقي هنا في حاجة اسمها الادفانسد يعني متقدم، في عندي الفاونديشن اللي هو مبتدئ، انترميديت متوسط. لو انا دخلت على الادفانسد، تعال كده نشوفها بسرعه. بص بقى على الادفانسد، تعال نشوف كده، دي سمبل يعني عينه. الكويري، بدالي بالكويري، ازاي اعمل شروط في الكويري، ازاي اعمل، ازاي استخدم الكويري بطرق مختلفه.
النماذج ازاي اصمم نموذج من الصفر، تمام؟ الريبورت التقارير ازاي اصمم تقرير من الصفر، ايه هي الماكرو، يبقى شفت الماكرو فين؟ الماكرو في المستوى المتقدم. اللينكينج داتا ازاي اربط البيانات بالاكسل او اربط البيانات بالتكست، ازاي اعمل امبورتنج تصدير واستيراد للبيانات، امبورتنج واكسبورت وخلافه. فده مستويات الاكسس، مبتدئ ومتوسط ومتقدم. طيب انا هبدا ازاي؟ انت حضرتك هتبدا من البدايه خالص، ازاي افتح برنامج الاكسس، ازاي افتح الجدول، ازاي اقفل الجدول لو انت صفر في الاكسس. طيب الكلام ده اجيبه من فين؟ احصل عليه ازاي؟ من اليوتيوب. ابحث في اليوتيوب عن الاي سي دي ال الاصدار الخامس واشوف شرح لبرنامج اكسس 2010، او ابحث عن الاي سي دي ال الاصدار الخامس الخاص باوفيس 2007 واشوف شرح لبرنامج اكسس 2007. يبقى عرفت ازاي تبدا ازاي في الاكسس لو انت صفر، تبدا من البدايه خالص، تمام. طيب انا مش عارف اعمل مخطط او هيكل لقاعده البيانات، اعمل ايه؟ يعني حد طلب مني قاعدة بيانات مدرسة، مش عارف ايه المطلوب، ازاي يعني ايه الجداول المطلوبة مني، ازاي اخططها؟ طب إيه هل عايز استعلام؟ طب هل هيعوز تقرير؟ طب ايه النماذج اللي انا هعملها؟ اقول لك ده بقى بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الشخص اللي هو طالب منك قاعدة البيانات. هو هيقول لك ايه؟ انا عايز قاعدة بيانات. هو هياخدك كده من ايدك ويوري لك الدفاتر عنده، هيوري لك الدفاتر، تشوف انت الدفتر. ده انت عندكم دفتر لبيانات الطلاب ومكتوب فيه اسم الطالب ورقم جلوسه والصف بتاعه، ده اسمه دفتر بيانات الطلاب. وعندكم دفتر تاني فيه رقم الجلوس ودرجة المواد ونجح ولا راسب. والدفتر ده اسمه درجة المواد. يبقى خلاص كده انا عرفت ان انا عرفت جدولين، الدفتر الاولاني ده جدول والدفتر التاني ده جدول. يبقى انا كده ببدا اخطط اهو، ببدا اعمل هيكل لقاعده البيانات. طب خلاص انا عملت الحاجه الاساسيه، الحاجه اللي انا هخزن فيها البيانات اللي هي الجداول. طب صاحب قاعده البيانات بيقول لي ايه؟ بيقول لي حضرتك انا عايز لما ادخل رقم الجلوس تظهر لي نتيجه الطالب. انت قلت لك حضرتك هتدخل رقم الجلوس، يعني تسال قاعده البيانات، يعني لما اسال الاكسس رقم جلوس 610 نجح ولا راسب يقول لي نجح ولا راسب. يبقى انا هستخدم استعلام، هعمل استعلام في قاعده البيانات، تمام. بس خد بالك برضو في حاجه، انا عايز اطبع النتيجه بتاعت الطالب لما ادخل رقم جلوس ويظهر لي الرقم، عايز اطبع له التقرير. يبقى انا لازم اعمل تقرير، فهمني؟ طيب ماشي، انا عايز قاعده البيانات بتاعتي سريه بحيث لما ادخل عليها بيوزر نيم وباسورد. يبقى هعمل نموذج لشاشه الدخول. واللي حضرتك بس انا عايز حاجه تانية، عايز مثلا شكلها يكون بالاحمر، عايز شكلها بشكل اخر وهكذا، تمام؟ وهكذا. انا كده عرفت اعمل مخطط عن طريق الاسئله اللي انا بسالها لصاحب قاعده البيانات. يعني احنا بنقعد قاعده كده مع بعض وبنسال بعض، هو انا عايز كذا، لا انت ايه رايك في دي، طب وهكذا. وكل ما اعمل خطوه في قاعده البيانات اعرضها على صاحب قاعده البيانات، اقول له ايه رايك، هل دي مناسبه، هل بس مش كل ما اعمل جدول اقول له ايه رايك في الجدول ده، حلو ولا وحش، اضيف ولا لا. مثلا عملت الجداول، عملت الحقول بتاعتي، عملت النماذج، قبل ما اعمل تصميم نهائي لقاعده البيانات اعرضها عليه، ايه رايك فيها حاجه ناقصه ولا لا. مش عارف اربط الجداول ببعض ومش فاهم العلاقات. حضرتك انت لسه مبتدئ في الاكسس، لسه ما يعني ايه يعني لسه ما تعمقتش في الاكسس، ليه حضرتك عايز تقفز مره واحده، مش تاخدها سلمه سلمه مع بعض؟ الاول اعرف ايه هو الاكسس، اعرف يعني ايه قاعده بيانات، اعرف تفتح الجدول ازاي، اعرف ايه انواع البيانات، ارقام وتنمبر ونمبر وتكست وميمو، اعرف ايه انواع العلاقات، اعرف ايه هي خصائص الحقول، اعرف ازاي استخدم الفورم، اعرف ازاي استخدم الاستعلام، اعرف ازاي استخدم التقرير. وفي الاخر تعالى اسالني ازاي اربط الجداول ببعض. طب ايه هي العلاقات؟ ما هو انت لو فهمت بقى الاساسيات اللي هي ازاي اعمل جدول، ايه هي خصائص الحقول، الكلام اللي احنا اتكلمناه دلوقتي، لو انت فهمت الكلام ده انا هجاوبك بكل بساطه، اقول لك ايه هي العلاقات. وتشرحنا الكلام ده في محاضرات سابقه عن العلاقات، وقلنا انه في ثلاث انواع، 1 تو 1، 1 تو ميني، ميني تو ميني، تمام.
طب انا هستفيد ايه من العلاقه؟ زي ما احنا شرحنا في اول الحلقه دي، شرحنا ووريت لكم ان احنا لما عملنا علاقه ما بين رقم الجلوس في بيانات الطلاب ورقم الجلوس في درجات المواد، وفائدتها ان انا لما ببحث بيجيب لي هو بقى درجات المواد واسم الطالب، لانه كان جدول درجات المواد نشوفها عملي عشان ايه الناس تبقى تكون واضحه معايا. فين هي قاعدة البيانات المطلوبة؟ ادي برنامج المدرسة. بص حضرتك هنا في درجة المواد هل في اسم الطالب؟ لا مفيش اسم الطالب، مفيش اسم الطالب، في رقم جلوسه. طيب شوف لما انا بستعلم عن درجة الطالب، دخلت 625، شوف جاب لي هنا اسم الطالب. او مش ده جدول؟ جدول ولا مش جدول؟ ده استعلام برضو، جاب لي اسم الطالب رقم جلوسه. طب جبت اسم الطالب من فين؟ لك خد بالك ده كان في علاقة بين بيانات الطلاب، اهو كان في اسم الطالب هنا بيانات الطلاب وفي علاقة بين درجة المواد. انا بكل بساطة رحت على بيانات الطلاب شفت رقم الجلوس او درجة المواد. انت سألتني 601 ده اسمه ايه؟ هنا في 601 في رقم الجلوس، اروح على بيانات الطلاب 601 الاسم 6. دي بقى هي فايدة العلاقة. يبقى انا لما سالت الاكسس طلع لي الاسم، الاسم ده جبته من فين في الاستعلام؟ عن طريق العلاقه. هي دي فائده العلاقه في الجدول. فائدتها انها بتربط لي الجداول ببعض بحيث ان انا اخد حقل من في الجدول ده وحقل من الجدول ده وحقل من الجدول ده، والحقول دي اعمل لها استعلام. استعلام علشان ايه؟ يجمعهم لي في جدول واحد. فهمنا كده ايه هي فائده العلاقه؟ تمام. وعلشان تعرف ازاي تربط الجداول ببعض راجع الحلقه الخاصه بالعلاقات. ليه اعمل نموذج طالما في جدول؟ ما انا ممكن الجدول ده دخل فيه البيانات وخلاص، ليه اعمل نموذج؟ طب حضرتك انا بقول لك الراجل اللي هيستخدم قاعده البيانات ما يعرفش يعني ايه اكسس اصلا، تقول له تخليه يدخل في قاعده البيانات. هنشوف الكلام ده عملي. ادي برنامج المدرسه. هل ينفع اروح للراجل واقول له اللي هيستخدم قاعده البيانات اقول له اتفضل قاعده البيانات اهي زي الفل اشتغل بقى هنا؟ ده اسمه يا باشا ده اسمه حقل. هقول لك يعني ايه حقل؟ مش عارف والله يعني ايه. طب تقول ده اسمه سجل، خد بالك انه ديتي رقم برايمري كي لازم ما يتكررش، خد بالك انه هنا مش هقول لك ايه الكلام اللي انت بتقوله ده، انا مش فاهم ولا حاجه خالص. يبقى اذا علشان انا ادي قاعده البيانات لشخص ما ينفعش اخليه يتعامل مع الجدول. الجدول في قاعده البيانات لا يتم التعامل معاه اطلاقا. انا بتعامل مع الجدول من خلال النموذج، من خلال الفورم التيبل، بتعامل معاه من خلال الفورم. البيانات عشان احفظها في الجدول بحفظها من خلال الفورم. الجدول انا مش بفتحه نهائيا، خلاص انهيت تصميمه ما افتحهوش تاني خالص. انا بفتحه لما بدخل بيانات الطلاب. ادي هنا نموذج بيانات الطلاب بدخل من هنا. لما تيجي توري الشكل ده للراجل اللي هيستخدم قاعده البيانات تقول له اتفضل هنا انت بتدخل رقم الجلوس، وهنا بتدخل اسم الطالب، وهنا بتدخل الصف الدراسي. طب لو قلت له هات مثلا هنا اضافه رقم يو 601 اسم الطالب احمد او ايا كان احمد، الصف بتاعه الثامن، وقلت له اضافه، قال لي خد بالك ما ينفعش تعمل العلاقه، ما ينفعش تعمل الرقم الجلوس 601 لانه دوبلوكيتد فاليو، لانه ده برايمري كي، ما ينفعش حضرتك تعمل رقمين نفس الاسم. اقول له خلاص اغلاق، اقول لي برضه خد بالك ده انا هقفله ومش هحفظها، لانه لو حفظتها يبقى عندي رقمين بنفس الاسم. اقول له خلاص ماشي ما تحفظليش الكلام ده. هروح على نموذج بيانات الطالب هلاقيها رقم 601 بس، هروح اشوف الاخير هلاقي 1039 مش هلاقي 601. فده هو فائده النموذج. انا بعمل النموذج عشان اسهل الاستخدام للراجل اللي ما بيعرفش الاكسس. الاستعلام اعمله ليه وهيفيدني في ايه؟ الاستعلام حضرتك بعمله علشان اسال قاعده البيانات، عشان اسال الاكسس عن قيمه معينه بيرجع لي بنتيجتها. يبقى الفائده بتاعته ان هو بيرجع لي بنتائج، وانا بعمله علشان اسال قاعده البيانات. انا مش محتاج تقرير، يبقى ليه اعمل تقرير؟ مش محتاج ان انا اعمل تقرير. اقول لك ماشي ممكن ما تعملش تقرير. شايف حضرتك هنا اداه استعلام عن درجه الطالب، لما انا بستعلم عن مثلا 630 شوف جاب لي هنا الاسم، هل ده منظر؟ همسك كده البتاعه دي والمؤشر او السكرول بار ده وامشي كده واشوف ده كذا وده كذا والنتيجه العامه وعينيا كده تتوه في الكلام، ولا الافضل ان انا اعملها في شكل تقرير درجه المواد 630 مين افضل فيهم؟ اعملها في الشكل ده ولا اعملها في الشكل الثاني؟
ما هو انا كده مش هحتاج تقرير فعلا، مش محتاج التقرير، لكن بالمنظر ده افضل ولا الانتظار لي بشكل الجدول افضل؟ طبعا المنظر ده افضل. مش عارف اعمل شاشة رئيسية للبرنامج. طب حضرتك انت عارف تفتح الاكسس اصلا؟ حضرتك عارف يعني ايه استعلام؟ حضرتك عارف يعني ايه علاقة؟ حضرتك عارف يعني ايه نموذج؟ حضرتك عارف يعني ايه تقرير؟ حضرتك عارف تصمم نموذج؟ حضرتك عارف ايه خواص الحقل بتاع الجدول؟ فما تجيش حضرتك انت عامل لي قاعدة بيانات عشوائية وتقول ده انا عايز اعمل لها شاشة رئيسية وعايز اعمل لها اسم دخول لا، الكلام ده يعني حاجات تكميلية، حاجات تكميلية. ممكن ما اعملش شاشة رئيسية للبرنامج اصلا عادي، يعني ايه المشكلة؟ فلازم انت تتقن الاساسيات ليه لما توصل انك ازاي تعمل شاشة رئيسية للبرنامج. والشاشة الرئيسية للبرنامج ما هي الا عبارة عن نموذج فقط لا غير. فانت لو اتقنت النموذج اصلا، لو انت اتقنت النموذج من البداية، هتعمل هتخترع شاشة رئيسية للبرنامج، لانك انت عندك الاساس، عندك ازاي اعرف اعمل النموذج. تمام. مش عارف استعمل اكواد فيجوال بيزك ولا حافظها. طيب حضرتك نفس السؤال، انت عرفت تعمل شاشة رئيسية للبرنامج اصلا؟ عرفت هو ايه هو الجدول؟ عرفت ايه هو البرايمري كي؟ عرفت ايه هو السكندري كي او الفوريان كي؟ لا مش عارف الكلام ده. طب حضرتك انت هل تنفع تعمل لي استعلام تحديث او استعلام حذف؟ لا يعني ايه الكلام ده، مش فاهم. طب حضرتك انت مش فاهم الاساسيات، تيجي تقول لي عايز اعمل فيجوال بيزك واكواد وشفرات؟ لا، اتقن الاساسيات. انت كراجل مبتدئ، مبتدئ انا بقولها تاني، مبتدئ، كل اللي عليك انك تعمل قاعده بيانات بسيطه، مش لازم تعمل شاشه رئيسيه والكلام ده. لا، اتعلم تفتح البرنامج، اتعلم تفتح الجدول، اتعلم تقفل الجدول، اتعلم تعمل خصائص الحقول، اتعلم تعمل نموذج. وكمان في حاجه تانية، بص كده معايا، انا مش هقول لك لما تيجي تعمل النموذج اهو كرييت وهو نموذج، مش هقول لك تعمل فورم ديزاين وتبدا لتصميم من الصفر. لا، ده انت راجل مبتدئ، مش هخليك تعمل كده خالص. لا، علشان تعمل نموذج هقول لك انت كل اللي عليك بتروح على الفورم ويزارد، ومثلا هعمل استعلاء نموذج لبيانات الطلاب، هختار الكلام ده كله واقول له نيكست نيكست فينيش، بس ده المطلوب من حضرتك. انت كده عملت نموذج زي الفل، لكن شايف النموذج اللي انا عامله بتاع بيانات الطلاب لما بضغط عليه؟ لا، هنا نموذج بيانات الطلاب، شايف المنظر ده؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ ما ده هو ده، بس ده شكله افضل. في هنا على فكرة الزراير دي هي اللي هم دول، هنا بيرجع لقدام وبيرجع لورا، وهنا البحث هم، بس انا عاملهم على شكل زراير. تمام. هنا ما فيش علامة الاغلاق، لكن هنا فيه. فالكلام ده انت اتقن الحتة دي الاول اللي هي بتاعت الفورم دي، اتقنها الاول، وبعدين خلاص اتقنتها وعرفت اعملها وعملت العلاقات وعملت الجداول وعملت التقارير والاستعلامات والنماذج، خلاص ابدا بقى اطلع سنة المستوى المتوسط، ازاي اصمم النموذج بالشكل ده، ازاي اعمل زرار هنا، ازاي استخدم الماكو، وهكذا. تمام كده انا عملت نموذج. لكن عشان اوصل لاكواد فيجوال بيزك خلاص، انا اتقنت النماذج، اتقنت الجداول، اتقنت كل حاجه، عايز اعرف ازاي اعمل شاشه دخول للبرنامج بيوزر نيم وباسورد. في الحاله دي اقول لك استخدم اكواد فيجوال بيزك. طب ما انا مش عارف استعملها ازاي، هقول لك اتفضل حضرتك ابحث على النت، ابحث في اليوتيوب، دور، شوف قواعد بيانات ناس تانية عاملاها، شوف انت الاحداث بتاعتها، شوف الاكواد اللي هو الناس المصمماها. في اكواد جاهزة على الانترنت، مش لازم انت تبتدي الكود من الصفر، انت ممكن تاخد الكود نسخ ولصق، مش حافظها خلاص، خد الكود نسخ ولصق، عدل تعديل على الكود، فاهمني؟ عدل تعديل على الكود. يعني ازاي الكلام ده؟ تعال نشوفها كده. ادي هنا الشاشة الترحيبية، شاشة الدخول مثلا، ديزاين فيو، كلمه الدخول زي ما احنا شفنا اهو، شايف الكود ده؟ خلينا في الكود الاول ده، شايف انت الكود ده اهو، ده كود، كل سطر، شايف السطر الطويل ده، كل سطر بكده يبقى فيه كود تحته تاني. الكود ده وظيفته انه بيخفي الريبون، شريط الريبون. ايه هو شريط الريبون؟ اللي هو ده، شايف حضرتك اللي هو فيه الشريط، بص كده لما اخفيه، بص المنظر كده، انا خفيت شريط الريبون. في كود بيعمل الخاصيه دي اهو، الكود ده. طيب انا مش حافظه، حضرتك هتلاقيه موجود على الانترنت، هتلاقيه، دور، قول مثلا ابحث كده، قول مثلا هاو تو هايد ريبون. لو انا رحت كده على الانترنت وقلت هنا مثلا في البحث كود تو هايد
ريبون ان اكسس 2007 مثلا، اهو هاي ذا ريبون بروجراماتيكالي يعني بالبرنامج يعني بكود، او الفي بي اي اللي هي الفيجوال بيزك ابلكيشن. اهو مينيمايز ذا تول، ازاي استخدم؟ افتح كده ده هشوف انا ببحث اهو. اهو بص حضرتك دو سي ام دي شو تول بار، مش هو نفس الكود اللي انا بستخدمه ولا مش هو؟ اهو بص كده اهو دو سي ام دي شو تول بار ريبون اي سي تول بار نو، يعني ما تظهرهوش. مش هو ده اي سي تول بار نو؟ بيقول لك انا بيقول لك هايت ذا فول تول بار، بيخفي كله، بيخفي الريبون كله، هنا بيظهره. دول كودين مش كود واحد، الاثنين دول يعني دي وحدها كود، دي كود الاخفاء، دي كود الاظهار. ببساطة انا هو ببحث وبجيب من على الانترنت، انا مش حافظ الاكواد، انا مش حافظ الاكواد. تمام، هنا مثلا ده بيخليني استعمل شاشة الدخول هو اليوزر نيم والباسورد. انا مش عارف الكلام ده، اروح ابحث عن اليوتيوب هاو تو ميك لوجن فورم. تعالى كده نشوفها كده بسرعة. ممكن تبحث بالعربي وبالانجلش، بس بالانجلش النتائج هتكون اسرع وافضل، لكن بالعربي هتكون مش دقيقه يعني للدرجه، يعني في ناس كتير ما تعرفش الحاجات دي. هاو تو ميك لوجن فورم، بقول له اكسس 2010 او 2007 ايا كان براحتي، او كرييت لوجن فورم اكسس داتابيس. في فيديو هاو تو كريت، في فيديوهات كتير بس هتقولي كلها بالانجليزي. عادي يا عم، انت مش لازم تفهم الكلام، طبق زي ما هو بيكتب طبق زيه، خد الاكواد بس. في ابحث بالعربي اهو، انشاء شاشة دخول اكسس 2010، اهو عمل شاشة افتتاحية لبرنامج اكسس، كيفية عمل واجهة تفاعل أو شاشة في برنامج الأكسس، شرح عمل شاشة الدخول بصلاحيات للمستخدمين اللي هي إيه؟ اللي هي اليوزر نيم والباسورد. ابحث، مش لازم، مش عارف يبقى أروح أسأل الناس، لا ابحث، اتعب، لازم تتعب عشان تتعلم، لازم تتعب علشان تتعلم. إمتى أستعين بشخص عشان يساعدني؟ حضرتك مش عارف تستعمل الأكواد فيجوال بيزك، مش عارف تعمل الشاشة الرئيسية، مش علشان مش عارف على أعملها أروح إيه؟ اروح اسال الناس على طول. يعني في ناس بتبعت لي قواعد بيانات، عارف قواعد البيانات اللي الناس بتبعتها فيهاش غير جدول واحد بس ونموذج واحد، ويقول لك انا عايز اعمل شاشه دخول للبرنامج. طب حضرتك انت مش عامل استعلام، مش منسق الفورم، مش منسق الجدول، مش عامل اي حاجه في قواعد البيانات، بتقول لي انا عايز اعمل شاشه افتتاحيه او شيء او واجهه رئيسيه او شاشه رئيسيه للبرنامج او شاشه بصلاحيات، ازاي يعني؟ لا، نسق الجدول بتاعك، نسق الفورم، نسق التقرير، اعمل استعلام، اعمل كل حاجه، وابحث، ابحث على الانترنت، تعلم نفسك بنفسك، ما تعتمد. انا مش عايزك تعتمد على الاخرين. امتى اعتمد على الاخرين؟ في حاله واحده، بحثت كتير، دورت كتير، لقيت معلومات بس مش عارف استعملها، تعبت فعلا، ليا 3 ايام ببحث عشان اجيب الكود بتاع الاخفاء الريبون، مش عارف اجيبه، اعمل ايه؟ في الحاله دي اسال ناس، ازاي اخفي الكود؟ ازاي اخفي الريبون عفوا؟ خلاص ادوني الكود ابدا اطبق. يبقى اخر حاجه خالص ان انا استعين بالشخص، لازم اتعب. عارف انت لما بتتعب بتتقن الحاجه اللي انت بتتعب فيها تماما، لكن لما واحد يدالك على الجاهز تاخدها كده وتروح تحطها في قاعده البيانات وانا اسمي عملت، لا انت ما عملتش، انت خدتها زي ما هي وخلاص خلص الموضوع. لكن لو تعبت ودورت انت هتحفظ الكود ده حفظ، هتحفظه زي اسمك لانك تعبت فيها. امتى اقول انا انتهيت من قاعده البيانات او خلصت قاعده البيانات؟ انا اقول انتهيت من قاعده البيانات لما انفذ المدخلات واستفيد من المخرجات. ازاي؟ تعال نشوف قاعدة بيانات المدرسة. شوف لما افتح، احنا فاتحينها نقفلها خالص. نو. تمام؟ امتى قولنا قاعدة البيانات بتاعتي خلصت؟ لما يعني ادي المدخلات. ايه هي المدخلات؟ اللي هي الحاجات اللي انا بخزن فيها المعلومات بتاعتي، اللي هي بيانات الطلاب، دي اسمها مدخلات. الاستعلام ده اسمه مدخلات، ان انا ببحث اسمه مدخل، بدخل بيان. تمام، دي كلها اسمها مدخلات. لما انا اعمل كل المدخلات
واخذ نتيجه من المخرجات. ايه المخرجات؟ لما انا استعلم عن طالب بتطلع لي نتيجته، ده اسمه مخرجات، ده اسمه مخرجات. طيب تمام، لما افتح قاعده البيانات خلاص، في عملت شاشه الدخول، عملت شاشه الدخول وعملت لها يوزر نيم وباسورد، ولو كتبت الاسم غلط او الاسم المستخدم او كلمه السر غير صحيحه، وعملت الكوماند بوتن اللي هي الزراير دي تمام، وعملت دخول وبتفتح معايا الشاشه وكله تمام، وصممت رساله مسج بوكس وعملت دخول عادي، وهنا بدخل ده النموذج الخاص بالجدول بتاع كده، انا خلاص في حاجه تانية ناقصه؟ مفيش. دلوقتي قاعده البيانات تخضع للاختبار، اديها اعرضها لمين؟ اعرضها لصاحب قاعده البيانات، اقول له اتفضل دي قاعده البيانات، جربها لمده اسبوع، في اي اخطاء، في اي تعديلات، في اي اضافات، في اي حذف، في اي شيء في قاعده البيانات اتصل بيا واحنا نعدلها مع بعض. شوف انت ايه المطلوب تاني غير الكلام ده. هو ممكن يقول لك ايه، انا مش عايز الكلام ده بالالوان، انا عايزها عاده ابيض واسود، خلاص براحتك تمام. فلما قاعده البيانات تخضع للاختبار وصاحب قاعده البيانات يقول لك الله ينور عليك، انت وفيت وكفيت، خلاص ده اللي انا محتاجه، مش عايز اكتر، انت اديتني فوق اللي انا محتاجه كده، في الحاله دي اقول انا خلاص كده انتهيت من قاعده البيانات، ومش انتهيت بشكل 100%، لانه ممكن بعد شهرين ثلاثه يقول لك اه خد بالك، هتقول له نعم، هيقول لك والله ده انا في مواد اتقررت جديد، عايز اعمل تحديث لقاعده البيانات، فبالتالي هفتح قاعده البيانات وهبدا اضيف المواد اللي هو طلبها مني تمام. كده انا خلصت من المقدمة، واجبت على اسئلة كافية انك انت ازاي تبدأ اكسس، وامتى تسأل الناس، وامتى تعرف تستخدم الاكسس بالظبط. معلش انا طولت عليكم، بس الحلقه دي هي الاساس، لو فهمتها كويس، هي نظري اوكي ما فيهاش عملي، لو فهمتها كويس واديت اللي فيها وتعلمت ايه هي الخطوه، ايه هو حجر، هو الخطوه الاساسيه. ما هو الطالب لما بيدخل المدرسه مش بندخله ثانوي، لا ده بندخله الاول حضانه، وبعد كده ابتدائي، وبعد كده اعدادي، وبعد كده ثانوي، فلازم تتدرج في العمليه. انت بتستعجل ليه؟ مش عايزك تستعجل على الثمره، لا، انت بتزرع الزرعه بترمي البذره، بعد كده بترويها، بعد كده بتستنى عليها بتتبعها وبتراعيها لغايه لما تكبر، وفي الاخر تطلع لك الثمره. مش في يوم وليله انا هقول انا هعمل قاعده بيانات وهعمل شاشه دخول يوزر نيم وباسورد، لا غلط. طب هقول لك على حاجه احلى، حضرتك كده انا انتهيت من قاعده البيانات، انتهيت من قاعدة البيانات. الخلاصة انه المحاضرة دي او الحلقة دي هي حجر الاساس اللي بتفيدك في كل حاجة. ما هو حضرتك الطالب بيدخل حضانة الاول، ما بيدخلش ثانوي ولا بيدخلش جامعة، لازم الاول حضانة، ابتدائي، اعدادي، ثانوي. فما تجيش انت في يوم وليلة تقول لي ايه ده انا هعمل قاعدة بيانات، او لو تعرف تعمل جدول تقول لي اه اعرف اعمل جدول، تعرف تعمل نموذج اه اعرف اعمل نموذج، تعرف تعمل استعلام وتقرير اه اعرف. طب تمام اعملهم. يقول لك لا ده انا عايز اعمل شيء دخول، انا عايز اعمل شيء افتتاحيه، انا عايز اعمل اكواد فيجوال بيزك، انا عايز، لا غلط، ابدا من الاول. طب ايه رايك، خد قاعده بيانات مثلا، انا عملت قاعده بيانات مدرسه انت شفتها عجبتك تمام، حاول تعمل زيها، اغلط واعمل زيها واسالني ده انا غلطت في كذا، طبق قاعده البيانات. لكن انت مش شفت قاعده بيانات مدرسه تقول ده انا عايز اعمل قاعده بيانات منظومه مرتبات للناس اللي عندي في الشغل. طب انت بتحضرتك انت ما طبقتش حاجه اساسا عشان تقول لي عايز اعمل منظومه مرتبات، وتيجي تسالني تقول لي انا عايز ابدا كذا وابدا كذا، لا غلط. حضرتك لازم تطبق صح. شفت انت قاعده بيانات المدرسه، اعمل زيها، عملت زيها عملت زيها واحسن منها كمان. طيب تمام، شوف بقى الخبرة اللي انت اكتسبتها في قاعدة بيانات المدرسة وطبقها على قاعدة منظومة المرتبات، طبقها على التجر التمويني، طبقها على ايا كان. ما تجيش انت مرة واحدة شفت الفيديوهات وفضلت كده كأنك بتتفرج على فيلم، لا ما تتفرجش على الحلقة وكده وخلاص، طبق، وقف الفيديو وطبق بايدك. لازم تطبق صح، لازم تتعلم، لازم تمارس. مش لازم في اليوم اقعد قدام الكمبيوتر او اللابتوب
واجيب الفيديوهات كلها من اولها لاخرها 6 ساعات وافضل كلهم ورا بعض ورا بعض ورا بعض، همل هزهق، هتقابلني اخطاء كتير كتير جدا، هقول انا فاشل. لا، ابدا خطوه خطوه. خليك النهارده الاول اتعرف ازاي تفتح البرنامج وتقفله، اتعرف ازاي اعمل الجدول، اتعرف خطوه على خطوه هتتوصل في النهايه. لكن ما تجيش في يوم وليله انا هبدا اعمل قاعده بيانات وهصممها في يوم. لا طبعا، ده المصممين عشان يعملوا قواعد بيانات بيقعدوا بالشهور عشان قاعده بيانات تخرج سليمه، وبرضه في الاخر بتطلع باخطاء. يعني بيقعد شهر شهرين عشان يصمم لك قاعده بيانات مثلا لمدرسه، وفي الاخر تطلع فيها اخطاء من الممارسه. الاختبار على قاعده البيانات هو اللي بيطلع لك الاخطاء. فانت لازم تبدا خطوه خطوه. عامه انا طولت عليكم في الحلقه دي، لكن انا كل همي وكل قصدي ان انا افيد الناس ازاي تبدا في الاكسس، ازاي ابدا اتعامل معاه. انا مش فاهم حاجه خالص في الاكسس، ازاي ابدا من فين، اتعامل ازاي، من فين اجيب الشروحات، من فين اجيب الاكواد، من فين اجيب المعلومات، ازاي اعتمد على الناس، ازاي اعتمد على نفسي، ازاي اعتمد على ربنا في الاول وفي الاخر. تمام. ان شاء الله ما اكونش تقلت عليكم في الحلقه دي، هي ممكن تكون طويله شويه بس اعذروني، انا عايز افيدكم مش اكتر. ومعذره كل اللي ورد في الحلقه دي من امثله واسماء وايا كان اللي ورد في الحلقه دي غير مقصود تماما، عشان ما يجيش حد يقول لي ده انا كنت طلبت منك حاجه وانت جبتني في الفيديو. لا، الكلام ده غير مقصود تماما، وما هو الا لافادتك وافاده غيرك. وشكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم عبد العاطي حمدان. طب ننهيها من فين دي؟